يعني انا ما انا كنت قلقانه برضو، بس انا بس انا عشان شفت فحسيت. على فكره انا عمري ما بشوف حاجه انا عاملاها حلوه، انا بقول حلوه عليهم يعني. دايما كنت اقعد اقول لهم طب بصوا على أنا. يعني في مشهد في الحلقه الثلاثين ده قعدت اجري وراه والله العظيم، ونط. كنا بنصور في الجزيره، هنبدا نسيح حسيح عشان بس تاخدي بالك من كلامك بقى عادي جدا. هنا ما حدش شايفكم. لا خلاص، يعني في مشهد كده قعدت اقول له ساعداني طب صدقني طب عشان خاطري ثق فيا بجد. المشهد حلو، المشهد طلع حلو فعلا جدا، وعملنا اوله. قعدت اقول له وانا عارفه ان انا صورت هو المشهد مخصص، مش حلوه بس انا شايفاه حلو. مشهد وبعدين فلاش باك، اني مشهد في حلقه 30 مشهد مواجهه بيني وبينها كده، لما بقول له انت قتلت فيها. ايوه فهو كان مشهد وبعد كده فلاش باك طويل وبنرجع لنفس المشهد تاني. فاحنا صورنا الاولاني، المفروض بقى هنصور التاني. انا مشيت قلت لهم انا مش هكمل، واحنا ايه قبل الحلقه بتطرد بخمس ست ساعات مثلا. قلت لهم مش قلت لهم لا وحش جدا جالي حاله كده من ال بس هو بقى طيب قوي وغلبان قوي. انا افتكرت اني هعمل افرت، انا وداود جرينا وراه علشان نقنعه ان ما ينفعش. وبصوا لازم اصلا ما عندناش وقت وخلاص، واخر يوم خلاص والحلقه بتتعمل. الراجل بيفركش قبل اخر حلقه بساعتين. لا احنا كنا تحت ضغط جامد قوي برضه بصراحه، صعب وعلى الهواء وكده. انت عارف الصيام برضه بيهبل الواحد شويه. وداود محضر بقى كلام كتير قوي يقوله له عشان يقنعه. فانا من اول ما قلت له بقول لك طيب قوي، قلت له ساعداني ممكن لو سمحت تسمعني ثانيه واحده، المشهد حلو نصور بقيته واتفرج عليه، ما عجبكش نعيده تاني. قال لي اوكي. ده انا جريت وكنت هقع في النيل واتبهدلت وانت جاي تقول اوكي كده. خلينا نشوف المشهد ده. طيب ماشي. انت عايزني اعمل ايه؟ اعمل ايه واختك بتقول لك ان ابني مش ابني؟ اخدها بالحضن؟ لا تقتلها وترميها في النيل وهي صاحيه. انت ايه؟ غبيه؟ ما بتفهميش، بقول لك ما قتلتهاش. هي خرجتني عن شعوري، خبطت راسها بس وسبتها وكان لسه فيها النفس، ما رميتهاش في النيل انا. اوعى تكون فاكر ان انا الهبله بتاعت زمان اللي هتصدقك تاني وتالت ورابع. لا يا عمر انسى، زي ما خرجتك من السجن انا اللي هدخلك تاني، انت فاهم؟ اقول لك بقى على حاجه، شايفه راسك الحلوه دي؟ اخبطيها في ادخل حيط جريها نور. انت هتنسي نفسك الحلوه ولا ايه؟ انا عمر يا بت، انت بكره الصبح هتجيلي لحد عندي وبصي رجلي عشان ارجعك تاني يومين. مش هرجعك. هات التليفون ده. هات عليك عيالك. هات التليفون ده. مش هديهولك. هات التليفون بقول لك. مش هديهولك. هات التليفون بقول لك. ابعد عني. بقول لك يا نور، صور ايه؟